ملح أرضي كما أريد له أن يكون، معرض يعود من خلاله بالخط الزمني لاكتشاف عوالم الرسام الراحل حسن الجلاوي، يبرز أهم التواريخ والأحداث التي بصمت حياة الراحل من ولادته إلى مساره الأكاديمي والتحاقه بباريس ومعارضه الأولى ونجاحاته وعودته إلى المغرب، وكذا تكريسه كفنان ذي لمسة متميزة. ويقدم هذا المعرض مجموعة من أعمال الراحل المصممة وفقا لمسار استعادي من طرف ثورية الجلاوي ابنة الراحل ومنسقة المعرض، كما يدعو الزوار للسفر عبر فترات المختلفة التي عبرها الفنان والمواضيع التي عالجها في أعماله. بالرغم من أن الخيول بكل أشكالها كانت تيمة أساسية في رسومات أبي، إلا أنه رسم عددا كبيرا من الأعمال الأخرى، من بينها العديد من البورتريهات والطبيعة الميتة ومشاهد حميمية لأشخاص حوله. إنها أعمال أنجز أغلبها لشخصيات تمثل أصدقائه ومقربين منه، وأعتقد أن الزوار سيكتشفون من خلال لوحاته أنها لم تقتصر فقط على الخيول. وولد حسن الجلاوي سنة 1923 بمدينة مراكش، حيث أبدى صغيرا توجهه نحو الرسم. كان يرسم خلسة لأن والده كان قد خطط له مسارا مختلفا تماما، وستغير زيارة الجنرال كونراد جودير مؤسس متحف الفن الحديث بنيويورك والوزير الأول البريطاني وينستون تشرشل لمدينة مراكش مصير الجلاوي، خصوصا عند رؤيتهما لأعماله. وفي سنة 1952 التحق الجلاوي بباريس وتسجل بدروس الرسم عند الأستاذ سوفيربي أستاذ الفنون الجميلة، كما حظي بالقبول ليتابع دروس إيملي شارمي الرسامة المشهورة كتلميذ لمدة 15 سنة في الصباغة الزيتية. وعرضت أعماله في العديد من المعارض المرموقة في باريس، لندن، نيويورك وبروكسل، كما اعترف بها دوليا، وتتواجد لوحاته في أشهر المجموعات الفنية التي ستبقى خالدة في الذاكرة التاريخية للفن التشكيلي المغربي والعالمي.